حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام؟ ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام. وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. سيدتي وسادتي، الشاعر والفيلسوف والعلامة الدكتور محمد إقبال، شاعر باكستان العظيم وأحد الشموع التي أضاءت حياة الملايين من المسلمين بأفكاره العظيمة وأشعاره الرائعة التي عاشت في وجداننا. وهذه الحلقة من شموع نضيء فيها شمعة في ذكرى ميلاد الشاعر العظيم محمد إقبال. وفي ذكرى ميلاد الفيلسوف الإسلامي محمد إقبال، أقامت نقابة الصحفيين بالقاهرة احتفالاً حضره الدكتور محمد أحمدي أبو النور وزير الأوقاف، وألقى كلمة الافتتاح الأستاذ محمود زهني نائب رئيس تحرير روز اليوسف. وحضر الاحتفال أيضاً السيد سفير باكستان في القاهرة السيد سيد ظفر الإسلام وعدد كبير من الجالية الباكستانية. ويتحدث الدكتور حسين مجيب المصري أستاذ اللغات الشرقية بجامعة عين شمس عن إقبال بين المصلحين الإسلاميين. مصلح إسلامي بكل ما تتسع له الكلمة من معنى، جرت عليه لم تجري على من سواه من المصلحين الإسلاميين. وأول ما يقال في هذا الصدد أنه في بدايته الأولى حصل العلم وأقبل على التراث الإسلامي يدرسه تفصيلا في أصوله وفروعه، تضلع منه كما اطلع واسع الاطلاع على الأدب العربي والفارسي والأردي، ثم ارتحل إلى أوروبا وهناك درس المذاهب الفلسفية في أبعادها وأعماقها وعايش القوم فعرف المدنية الغربية، مما أهله من بعد لأن يقتدر على عقد الموازنة بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب، وأن يبين الفوارق التي بين الحضارتين. وإقبال بعد أن عاد إلى وطنه صح منه العزم على أن يكون داعية إسلاميا، وسعى أول ما سعى إلى تجديد الفكر الديني. والدين عند إقبال يتألف من جانبين بينهما صلة التلازم، ولا سبيل إلى قطع هذه الصلة على حال من الحال. فالجانب الأول هو الجانب العقلي والثاني هو الجانب الروحي. وعاش الشاعر الباكستاني محمد إقبال حياته أديبا وشاعرا وفيلسوفا متصوفا. ولد الشاعر محمد إقبال بإقليم البنجاب في الهند قبل قيام دولة باكستان، حيث تلقى دراسته الأولى وقبل الجامعية، ثم تلقى دراسته الجامعية بجامعة البنجاب. وتلقى الشاعر محمد إقبال دراسته الجامعية العالية في جامعات كامبريدج وميونخ
وحصل على دكتوراه في الفلسفة عام 1908، وعاد إلى وطنه في نفس العام ليمارس دوره الوطني. ويتحدث الدكتور طلعت أبو فرحة أستاذ اللغات الشرقية بجامعة الأزهر عن أشعار إقبال الصوفية باللغة الفارسية. وأود أن أسوق الحديث عن إقبال من خلال محاور محددة. أولا تعليم إقبال، لأن التعليم الذي أقبل عليه ونهل من موارده كان عاملا هاما ومؤثرا في توجيه فكر إقبال. لقد درس إقبال في شبه القارة وفي البنجاب التصوف والفلسفة الإسلامية، بل والفكرة الدينية الزرادشتي، كما درس طرفا من الفلسفة الغربية. والذي يختار مسلكه ومذهبه عن دراسة إنما هو بالغ قمة الوعي في اختياره ومدرك ما يختار. ولعل الدراسة التي أحاط بها إقبال في شبه القارة لم تكن بالقدر الذي يروي غلته، فأراد أن يستزيد فاتجه إلى أوروبا، لكنه بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من ألمانيا. فإن كانت بلدكم تسعى لكي تجد مكانها في العالم المعاصر، فعلى شعرائها أن يقدموا التوجيه العملي الصحيح لشبابها، وأن يمجدوا الحياة وأسبابها ويزينوها للأجيال الجديدة، وألا يركزوا على الموت أو يعظموا من شأنه أو يهولوا من خطره. فكلما رحب الفن بالموت وبالغ في تقديره، كلما كان مفزعا مهولا بالغ الخطر، قيدا على حركة الإنسان وحركة الحياة والحضارة. وما الحسن العاري من القوة والفاعلية والإيجابية إلا رسالة موت خالصة يرفضها إقبال. وعن الشعر يقول إقبال مؤكدا خطره ورفعة شأنه في حياة الأمم وفي إثبات الحقيقة وجلائها: هاغ أجر سوزي ندارد هكمتست شعر مي جردد شسوز الدلغريفت، بمعنى يظل الحق مجرد حكمة ما لم تكن له حرقة لاذعة، ويصير شعرا إذا ما استمد الحرقة من لظى القلب. ويقول عن شعره في نفس المعنى الإيجابي العملي: زي شعر دل كشي إغبال مي تفون دريافت كدرس فلسفي مي ضاد فأيش مي فرزيد، بمعنى تستطيع من شعر إقبال السلس الآسر أن تدرك أنه كان يلقن الفلسفة كما كان يمارس العشق. انضم محمد إقبال إلى حزب الجامعة الإسلامية بعد عودته إلى وطنه الهند، ثم انتخب رئيسا للجامعة الإسلامية في عام 1926، ثم أعيد انتخابه عام 1930، ثم خلفه الزعيم الباكستاني محمد علي جناح في رئاسة الجامعة الإسلامية عام 1934. ويتحدث الشاعر المستشار محمد التهامي عن إقبال الشاعر المتصوف: في رحاب المدرسة المحمدية التي أرسى قواعدها العلي الأعلى وقادها الحبيب الكريم الموحى إليه، لمعت نجوم كثيرة زاهرة: عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، وغيرهم انطلقوا يحملون أنوار الدعوة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها، إلى كل الناس مهما كانت أوطانهم
وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم. وبين هؤلاء النجوم الزهر يقعد مقعد صدق الشاعر الفيلسوف العالم القائد محمد إقبال، الذي ملأ قلبه الإيمان وفجر عبقريته، فانطلق نورا على لسانه وقلمه يهدي الناس، فاجتمع بهداه المسلمون وتآلفوا وتلاصقوا وتلاحموا. وكان إقبال فيلسوفا عالميا نادرا مؤمنا بالله العلي الأعلى، وصل إلى قلب الحق في الدين الإسلامي، وأخضع الفلسفة للدين، وعارض ابن رشد، وصحح بعض مواقف الغزالي، وجبها نيتشه وهيجل وتغلب عليهم، أقام فلسفته على حقائق الدين الإسلامي كما فهمها عن وعي وعلم وبصيرة، فبلغ أو كاد أن يبلغ الكمال. ثم كان إقبال داعية إسلاميا يدعو إلى الوحدة الإسلامية وإلى الاجتماع الإسلامي في إطار تجمع لا يعتدي ولا يعارض القوميات، بل كان يستهدف أن يبني الصرح الإسلامي بلبنات متماسكة قوية شديدة. كان إقبال لا يعتبر نفسه مواطنا هنديا، بل كان يعتبر نفسه مواطنا إسلاميا، ويعتبر كل بقعة في العالم الإسلامي دارة. زار الأندلس وعاش فيها فترة، وكتب عنها قصيدته مسجد قرطبة الذي تحكي التراث الإسلامي هناك. ومر في البحر بجزيرة صقلية فهزته، وكتب عن الإسلام في جزيرة صقلية، وكان يلقب في قصيدته هذه الحضارة العربية بالحضارة الحجازية تشبثا منه بالإسلام. وزار كما سمعنا مصر وهو في طريقه إلى المؤتمر الإسلامي في القدس، وأقام فيها قليلا، ولكنه أحبها وقال فيها شعرا في قصيدته إلى أهل مصر، قال فيها: لقد تعلمت من أبي الهول فلسفة دقيقة، تعلمت أن نهضة الشعوب تقوم على قدم ثابتة وعقل رشيد. عمل الدكتور محمد إقبال في المحاماة وذاع صيته كمحام، كما كانت له اهتمامات أدبية واشتهر في عالم الأدب والشعر. ودعا محمد إقبال في شعره إلى نبذ التصوف العجمي الذي يؤدي إلى إنامة الأمة. ويتحدث الأديب الشاعر فاروق شوشة عن إقبال: صوت الحاضر وصوت المستقبل. كان إقبال وكان شعره كله تعبيرا عن جوهر الشاعر الحقيقي، إنه ليس شاعر مناسبات. كم لدينا في ديوان الشعر العربي من عشرات الشعراء استوقفتهم مناسبات إسلامية فغنوا لها وطافوا حولها وأشادوا بها، لكن شعرهم على كثرته وعلى انتمائه وعلى صدق بواعثه لم ينجح في أن يجعل منهم صوتا لهذه الأمة، محركا لتطلعات الجماهير، قبسا نتجه إليه على الدوام. إن عظمة إقبال، وأنا هنا أتحدث عنه كشاعر،
في أنه أدرك السر ووضع يديه على البداية الحقيقية. كيف يمكن للشاعر أن يكون صوت أمة وحامل رسالة؟ كيف يقترن الفعل الشعري بالحضور الواقعي؟ كيف يمزج الشاعر بين لحظات الوعي وغيبوبة الشعر وتأملاته، والواقع بكل حرارته وإيجابياته ونضاله؟ لم يكن إقبال حالما إلا بالقدر الذي يضع مسافة بينه وبين الواقع لكي يتجاوزه، ولم يكن إقبال متأملا إلا بالقدر الذي ينطلق فيه من بداية الدائرة إلى نهايتها لكي يقول: أنا من الإنسان أبدأ وإلى الإنسان أعود، أنا من الذات أبدأ وإلى الذات أعود. وملهمي قوة حقيقية هي الإسلام، وقبسي وهج دائم الخلود هو الإيمان، ورسالتي متجهة إلى إنسان حقيقي، إنسان مسلم يتطلع بالذاكرة إلى تاريخنا المشرق، يوم كانت الملائكة تحارب بين صفوفنا وسيوف الله تلمع بين أيدينا، فيقبس من هذا التاريخ جذوة الإلهام، وينظر إلى حاضر قد تخلف وتمزق، فيعي أن دوره كشاعر لا ينفصل أبدا عن دوره كمصلح ولا قائد ولا مناضل في حزب أو جماعة ولا مساير لقوى الحرية. لقد عرف إقبال أن الإسلام هو الحرية فكان شاعر الحرية، وعرف إقبال أن الإسلام هو الوحدة فكان شاعر الوحدة، وعرف إقبال أن الإسلام رسالة لخلاص الإنسان فكان مؤمنا بالإنسان، وعرف إقبال أن الذات تعظم جدا عندما تصنع مصير الإنسان، وتضعف وتتضاءل جدا عندما تتطلع إلى هيبة الخالق. وبين الضعف والعظمة تحركت ذات إقبال خضوعا للخالق وإعظاما للإنسان. وقد بلغت المؤلفات الشعرية للشاعر العظيم محمد إقبال حوالي 11 مجلدا، وحث في أشعاره ومؤلفاته ومحاضراته على تجدد الروح عن طريق محبة الله والإنسان. وألقت السيدة وجدان حمزة بعض أبيات رائعة إقبال حديث الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الروح، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء. وانتصرت أفكار الشاعر الدكتور محمد إقبال وأفكار الجامعة الإسلامية التي قادت حركة قيام دولة إسلامية تضم مسلمي الهند عن طريق استقلال الأقاليم التي تضم الأغلبية من المسلمين. ويتحدث السيد سيد ظفر الإسلام سفير باكستان بالقاهرة عن الجوانب المتعددة في حياة إقبال. شخصية إقبال متعددة الجوانب، حيث لم يبرع في الشعر والفلسفة فقط، بل برع أيضا في القانون والسياسة، وكتب بالأردية والفارسية على نفس المستوى العالي بالإضافة إلى الإنجليزية، ووصلتنا رسالته شعرا ونثرا. وكما أسلفت، كانت رسالة إقبال عالمية، ولكن لأن مولده جاء في مجتمع إسلامي، وكان المسلمون في كل أنحاء العالم تقريبا يعيشون تحت سيطرة حكم أجنبي، ولأنه حظي بمشاهدة ودراسة المجتمعات الأخرى الحرة والمتقدمة، فقد ركز إقبال اهتمامه على أن يوقظ المسلمين في كل مكان من سباتهم العميق، وأكد بوجه لا يعرف الكلل والملل على أنه ليس على المسلمين أن يتجهوا إلا تعاليم القرآن المجيد وسنة النبي الكريم
عليه الصلاة والسلام ليعيدوا فرض هويتهم. وفي الواقع أوضح إقبال أن النهضة الغرب كانت نتيجة سعيهم الدؤوب وراء الوصايا والتعاليم الإسلامية الأصيلة، وبين كذلك أن ابتعاد المسلمين عن هذه التعاليم مأساة يكتنفها الغموض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا غروة أن تجتمع مصر ممثلة في صفوتكم هذه محتفية بذكرى الشاعر المسلم محمد إقبال، لا غرابة، لأن المعاني التي عاش لها إقبال وعاش بها هي تلك التي تجمع بين مصر وباكستان وتجمع بين سائر المسلمين في أنحاء العالم. والشاعر محمد إقبال علم على بعث الأمة، وهو كما حدثنا الأستاذ الدكتور حسين مجيب مصلح وداعية إسلامي وشاعر ومرب وعلم على تصوف من نوع خاص. وقد كنت أحب من الأستاذ الدكتور أن يستفيض قليلا في التحليل العلمي والمنطقي الذي عرف به والذي ألف بمنهجه عن إقبال وكتب عن إقبال. ولقد كنت أود أن يجمل لنا القول عن كتابه إقبال والقرآن، فإنه دراسة تحليلية وعلمية بالمقام الأول. ولقد استمتعت وعشت مع هذا الكتاب طرفا ثمينا من الوقت، وكنت أحب للأستاذ الدكتور حسين مجيب أن يمضي قليلا مع التحليل والموازنة في موضوع دقيق هو موقف إقبال من تفسير القرآن بالمأثور. وتفسير القرآن بالمأثور ليس هو التفسير بالمنقول عن التراث اللغوي في اللغة العربية، وإنما التفسير بالمأثور يعني شيئا محددا، هو تفسير القرآن بما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المفسر الأول لكتاب الله العزيز. ويحتفل الباكستانيون سنويا في 21 إبريل من كل عام بذكرى وفاة الشاعر والفيلسوف، ونحن في مصر ومن خلال برنامج شموع نضيء شمعة في ذكرى ميلاد الشاعر المتصوف محمد إقبال.